السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة ديالي. كنشكركم من هنايا وكنرحب بالناس الجداد معايا في القناة ديالي، وكنقول لكم شكرا لكم على التعاليق الزوينين ديالكم، وبيكم ان شاء الله غتزيد القناة ديالي القدام. اذا الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تضغطوا لي على زر الاشتراك وكذلك لايك تخليوه ليا اسفل الفيديو، ومن هنا كنقول لكم كنبغيكم. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا في الفيديو حبيت نشارك معكم واحد المسمن او الملاوي اللي كيكونوا معمرين بجوج حشوات مختلفين، ولكن مقادير بساط وكيجي ولذاذ وكيجي مسمن خفيف وكيجي كيف ما كتشوفوا محلول كي كنقولوا. بصراحه كيجي روعه روعه، ملاوي كيجيو فنين وبطريقه اللي هي بسيطه وسهله، وكل وحده واخا تكون مبتدئه تقدر تعرف ديرها. اذا نبداو بالعجينه هي الاولى. بالنسبه للعجينه انا فقط كناخذ الدقيق الابيض يكون نوعيه جيده وشويه ديال الملح وكنجمعهم بالماء. بغيتو الا كان الجو بارد ديروه بماء دافي، الا كان الجو عادي فقط الماء ديال الصنبور. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال العجينه ديالنا، فقط ما نرخفوهاش بزاف، غير نجمعوها وندلكوها غير حد جوج دقائق ثلاثه دقائق ونوضعوها في حد الكيس بلاستيكي ونخليوها بين ما وجدنا الحشوه ديالتنا. اذا بالنسبه للحشوه الاولى كيف ما كتشوفوا غنحتاج واحد البصله اللي هي كتبقى العد الكميه على حسب عدد الافراد. المهم انا خديت تقريبا بصله كبيره قطعتها مربعات صغيره، واحد الكميه ديال الكفته اي كفته عندكم، انا كانت عندي ديال لاداند. وبالنسبه للتوابل ملح، فلفل اسود، فلفل احمر، وشويه ديال الخرقوم، وشويه ديال الزيت المائده. اذا غنوضعوا هذا الشيء فوق الفرن ونخليوا هذا الشيء يتشحر، وهانتوما كذلك من بعد ما غيتشحر لينا هذا الشيء غنحاولوا ان شاء الله غنزيدوا لهم واحد الفرماجه. اذا انا خديت جوج فرماجات، يعني اي فرماج بغيتوا تستعملوا، انا خديت فقط المثلت. غنضيفوا الحشوه الاولى فرماجه والحشوه الثانيه الفرماجه الثانيه. اذا ها هي الحشوه ديالتي، ها هي بدا قربت تطيب، وها هي مني طابت غنضيف ليها داك الفرماجه كيف قلت لكم، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي صراحه روعه ولذيذه بزاف بزاف بزاف. بالنسبه للحشوه الثانيه سهله كذلك وبسيطه، فقط خديت بصله كبيره وشويه ديال الملح وشويه ديال الابزار وشويه ديال الزيت المائده، غنشحروا هذا الشيء فيما بعد. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحشوه ديالتنا. غنضيف لي كذلك حد الفرماجه مثلثه، اذا خديت غير جوج فرماجات، كل حشوه درت فيها وحده. وخديت الزيتون كحل قطعناه قطع صغيره، وغنحاولوا نخلطوا هذا الشيء مع بعضياتهم. وهذه هي الحشوه الثانيه ديالتنا، كيف قلت لكم حشوات اللي هما بساط ولكن كيجيو لذاذ بزاف. اذا كنتمنىكم تجربوهم وانتم غتردوا عليا في التعاليق. اذا هادو هما الحشوات ديالنا. دابا بين ما سالينا الحشوات راه كيوجدوا بالزربه، يعني ما كاملاش 15 دقيقه غنوجدوا العجينه ديالتنا. خديتها وشكلت منها هاد الكويرات اللي كيف ما كتشوفوا، كتبقى الحجم ديالهم على حسب الرغبه واش بغيتو ملاوي صغار ولا متوسطين ولا كبار. وهالحشوات ديالي كيف ما كتشوفوا، اذا مني فقط كديروا شويه، كلشي كيعرف كيفاش يشكل الكويرات من العجينه، يعني داكشي علاش ما درتهاش لكم في لا فيديو. اذا فقط غناخذ واحد شويه ديال الزيت وغنبداو نبسطوا بالعجينه ديالتنا، وغنخليكم مع مقتطفات ديال لا فيديو. كيف ما كتشوفوا غنخدم معكم شي تقريبا اربعه الوحدات، كل وحده غندير كل جوجات غنديرهم بحشوه مختلفه. المهم كنبسطوا العجينه مزيان على سطح العمل، ومني كنبسطوها كنضيفوا الحشوه ديالتنا وكنشكلوا منها مربع، وهانتوما غيبان لكم كيفاش كنخدم.
بالنسبه للطريقه ديال كيفاش كنصاوب ملاوي، كيف ما شفتوا في لا فيديو راه استعملت معكم جوج طرق، اما كتحاولوا ديروهم بشكل اللي هو كتمستطيل اولا كتبقاو ديروهم بشكل دائري. اذا بعد ما ساليت غنحاول ناخد وحده ملويه وحده ولا مسمنه وغنبسطها وغنطيبها فوق حد فوق من حد المقلات كيف ما كتشوفوا. انا درت المقلات ثقيله حيت باش يطيبوا ليا مزيان، وكان هذا هو الشكل ديال المليويات ديالي كيف ما كتشوفوا. بصراحه كيجيو لذاد وكيجيو بنان. اذا غنستمر بنفس الطريقه حتى نطيبهم كاملين، وكنتمنىكم تجربوهم وتخليوا لي في التعاليق اسفل الفيديو. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الملاوي ديالتي. اذا حاولت انني درت الملاوي هادوما الملاوي بالحشوه الثانيه، وكذلك غنبانوا لكم في الفيديو الملاوي اللي بالحشوه الثانيه. اذا حد هنا غنقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه، ونتمنى يا ربي هاد لا فيديو نال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش تخليوا ليا لايك باش يوصل هاد لا فيديو الناس وحدين اخرين ويستافدوا، علاش لا. وحد هنا غنقول لكم في امان الله، ونتلاقاو مع فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش كنبغيكم وكنحماق عليكم.